السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة حلويات وملحات. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة على عشيوة او العشاء سهل جدا في التحضير بمقادير جدا بساطين، مكونات متوفرة في اي بيت، والاهم انه كيجي لذيذ وسريع جدا. فلابد تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، خليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، في مقلاة على نار متوسطة وضعت بصلة متوسطة الحجم، قطعتها لمكعبات صغيرة، من بعد ضفت عليها القليل من زيت الزيتون، ممكن كذلك نستعمله زيت المائدة أو نخلطهم بزوج. من بعد غادي نبقى نشحر في هذه البصيلة هذه حتى تنزل وتبدأ كطيب لي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الكفتة أو اللحم المفروم، هنا تقريبا اللحم المفروم عندي 300 غرام، فانتوما غادي ديروا على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. انا هنا كنعطيكم الفكره وانتوما ممكن تزيدوا او لا تنقصوا من المقادير. فمن بعد ما تشحرت لي الكفته مع البصله، غادي نضيف عليها جوج حبات ديال الطماطم يكونوا محكوكين او لا مبشورين، ونخلط من جديد. ثم غادي نتبل بالقليل من الكمون، تقريبا واحد المعلقه نصف ملعقه صغيره عفوا، وملعقه صغيره من البابريكا او لا فلفلة حمراء، فلفل أحمر الحلو، ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل اللي هو سكينجبير، القليل من الإبزار فلفل أسود، والقليل من الملح أو على حسب الذوق. من بعد غادي نرجع نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى يتجانسوا لي، ونخلي هاد الشيء هو كامل هاد لاصوص هادي كطيب حتى تعقد وتختار لي شي شويه. فمن بعد ما تتعقد لي وكترجع عندنا بهذا الشكل هذا، غادي نضيف لها واحد شويه ديال الربيع مقطع، يعني القزبر مع المعدنوس يكونوا مقطعين رقاقين. صافي غادي نشحرهم هكا شي شويه مع داك لاصوص، وغادي نخليها على جنب ونمشيو باش نكملوا تتمه الوصفه. وهنا على فكره قبل ضروري ما تبقاو تذوقوا الحاجه اللي تديروها، باش الا خاصكم الملحه اولا الابزار فتزيدوا واحد شويه. فهنايا في اناء غادي ناخذو غادي نكسر فيه خمس حبات من البيض. انا عندي البيض متوسط الحجم، يعني تقريبا تيبقى داكشي على حسب كيف ما قلت في الاول على حسب الافراد ديال الاسره اللي عندكم. من بعد كنضيف كاس ديال الحليب، اذا كانت متوفره القشده فتكون افضل بكثير، يعني كريمه الطهي. اذا ما كانتش متوفره فنكتفي فقط بالحليب. من بعد ضفت القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود، وهذه كتبقى اختياريه. غادي نضيفوا القليل من الجوزه او لجوزه الطيب، كنحكو واحد شويه فقط، يعني تبقى اختياري، الا كيعجبكم ضيفوه، ما كتعجبكمش ما تضيفوهاش. فمن بعد كنخلط جيدا الحليب مع البيض حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، وغادي نخليهم على جنب. من بعد غادي ناخذ واحد المول اللي كيدخل لي الفران، وغادي نقطع فيه خبز ديال الطوست. انا هنا استعملت خبز ديال الطوست، ممكن تستعملوا الخبز ديال الباكيت الا شايط لكم وبايت، ممكن تستعملوا الخبز ديال الدار كذلك الا شاط لكم، ممكن تستغلوه في هذه الوصفه هذه. فانا هذا الخبز هذا صراحه كان بقى له نهار وتنتهي الصلاحيه ديالو، فقلت ما كانش احسن انني ندخله في هذه الوصفه هذه. فكيف ما شفتوا بعد ما قطعت داك الخبز، خديت داك الكفته اللي كنا وجدنا مع بعض وضعتها فوق منه، وبديت كنخلطها كعشوائي، يعني تنخلطوا بحال باش داك القطع ديال الخبز كاملين يتلبسوا لي بداك الحشوه. صافي وغادي نستفاك شي شويه في المول، وغادي ناخذ البيض والحليب اللي كنا وجدنا وغادي نكبوا بهذه الطريقه هذه على داك الخبز مع الحشوه ديالو. فصافي غادي نقادو مزيان. هنا في هذا الاثناء انا راني مسخنه الفران ديالي على 180 درجه. فمن بعد ما تنساولو السطح، غادي ناخد الفرماج. انا هنايا صراحه ما كانش متوفر عندي الفرماج محكوك، فلهذا وضعت هاد الفرماج هذا ديال الساندويتش. هنايا استعملت الايدام، فكنغطيها كغطيتو غير بطبقه واحده، ممكن نتوما ديروا جوج ديال الطبقات ولا ثلاثه على حسب اللي كيعجبكم. فمن بعد غادي ندخلو الفران، بعد ما غادي نمسحو الجوانب بطبيعه الحال، غادي ندخلو الاناء ديالنا للفران وغادي نخليوه تقريبا من 20 دقيقه هكا. تقريبا تياخذنا 20 دقيقه ديال الوقت في الفران. هو نتوما شوفوا عينكم ميزانكم، غادي تشوفوا بان الوجه ديالو احمر، وغادي تقلبوا بواحد العويد اولا بواحد السكين الى خرج لكم ناشف، يعني هذا تيعني بان العشاء ديالكم راه وجد. فمن بعد ما طاب لي داك الكراتان وتحمر اللي خرجته من الفران
وهنايا غادي نقطعه قدامكم باش تشوفوه كيفاش كيجي. كيجي صراحة رائع جدا، مازال سخون صراحة، كيجي شهي جدا جدا جدا، وخاصة الأطفال عجبهم بزاف بزاف بزاف. فكنتمنى كيف ما عجبنا حنايا تنتوما يعجبكم، وكنتمنى أنكم تجربوه. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، تشتركوا بالقناة باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم. أنا كنضرب لكم موعد الفيديو الجاي إن شاء الله بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.